نيابة عن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، شارك سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري في الاحتفال الكبير الذي أقيم بقصر الإيمان بمناسبة الذكرى 50 لتولي صاحب الجلالة الحاج السلطان حسن البرقية سلطان بروناي دار السلام لمقاليد الحكم في بلاده. وقد نقل سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة تحياتي وتهاني صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله إلى صاحب الجلالة سلطان بروناي دار السلام، وإلى صاحب السمو الملكي المهتدي بالله البلقية ولي عهد سلطنة بروناي دار السلام والعائلة المالكة ولشعب سلطنة بروناي بهذه الذكرى الوطنية، وخالص التمنيات لهذا البلد الشقيق بالمزيد من التقدم والنماء. وقال سموه إنها مناسبة طيبة للتأكيد على الاعتزاز بمستوى العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، منوها سموه بما بلغته من مكانة مرموقة بفضل اهتمام صاحبي الجلالة الملك المفدى وجلالة سلطان بروناي حفظهما الله، والتطلع المشترك لمواصلة تعزيز التعاون على كافة المستويات استنادا إلى ما يجمع البلدين من رؤى ومواقف متقاربة. ونوه سموه إلى أن مشاركة مملكة البحرين في احتفالات اليوبيل الذهبي لتولي جلالة سلطان بروناي مقاليد الحكم تأتي لتجسد قوة العلاقات بين البلدين التي يعززها تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، مشيرا إلى ما شكلته زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه إلى بروناي دار السلام بداية هذا العام من تأكيد على تدعيم أسس العلاقات الثنائية والاستمرار في تطويرها بالبناء على مكامن قوتها. وخلال الحفل التقى سموه مع كبار الشخصيات الممثلة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة في هذا الاحتفال، حيث تبادل سموه معها الحديث حول العلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين وهذه الدول.